السلام عليكم. وحان رجينا يا موقال كان كدب إن عدي كو امتحانا فيرسشادة موقال لذا قلمدا أي دبدن بأداون دونين إن شاء الله كايستاقد فيرسشادة موقال لذا قلمدا ماهن أرين دورشا إي وامد قصبة هديات ربطينا تكون نولاتان ولالدادان لي ما أنت وحان قراعينا الباب كموضوع آد وهاليسا أو أنوح بردن كلب اللبيكة لديسا وموضوع آنا لإسكين لتيركرين وموضوع وحي الذي سكا خطر سنتهي خطر ولبا وحن إليك الرجينا يا موضوع عن كدب إن عد والباكو امتحانا في رسشادة موقال داس أي كيس تاقي دونت وحن موضوع إن أغهر لينا خطر تيسا إي ودوينا تراعضو سياد أغهر توضاد في لمداس هلاقا كسو دواد موضوعنا ما أنت أن كوب لون كلمة ذهن كصوبح يافك الضد كاستاجي فيرس شظا مقال لذاس. أنت أنا كاستاجي فيرس شظا مقال لذاس. نلاش هيدو حيهد مد آد وقرار. هبين كي سوجت. مال أنتي عاجز. وحقو أنا مقاذن كرين. وحن كجرى قد مقدي أو أنا كبح كرين. نلاش هيدو حيهد مد حيران أو أنا دقاق لهين. مركن كاستاجي فيرس شظا مقال ذا قلمة ذا. وحان أوودي إن أن حكمي تصرفات كيغا وحان دريمي كالسوني إن أن هيقف بني آدم أو قيمة له إن أن هيقف نلاش أولا دميسو مر والبوان صاحة صوستو نلاشي أن كجري اللين أيايغا قبطو وحان كجري قد مقديا وحانها أدون حرق أغوحران شايدانكا وحا أوربان وكسمايو قطبك أغويني أن دريمايو وحريات إن أن حروبي إن أن كفو قادي سلسلة دي حمانتا وكلمة كسوغي قلبي قدد بذن أو كبد باذي قد كاس مذو وحي لمدين سيدي قف مخادرات عنجري أو كسو بد باذي فيرس شادا موقال لذاس وحالوغو تلمامي كرا قد مقديا مر والبوت هوس أسيقشو وحاد كسي فقان إشا إفتينكا وسلسلة آن الأماد لهين أو شليتي هلاقا وحاد إمنا يدارينكا قيبتا مالمارينتا مسكح ذادا قفك انت اونا بلابين في سشادة موقالة داس وحاك عندرين اغفلان انو ارك كلية جرك جنسيك كدوان رق اما دو مركوية هاي لكن قفك مركو لحقل داوشادة موقالة داس كما فلنك عند الدرين كيسا حتى انو ارك جرقاوان وحو راذين موقالة دا اغوحون سيدا داد بدن او سمينا يا ارنكاس لابا قفو دو مرة لابنين وحاد إمانا يدارينك مسكاعدة حتى نولاش عاذيغة إن وحي عجبه أي عجب لنقن وايان لعذوينك حنحن إن وقفكو وحبا وارك أي لنقدان وح دبيعيا هدياد إسلاذي وحاد إسكادي المركات قورساتو هدابا وارد لانتادي وح آنا سعونينين دادك موقالة داس فيرسة دا مركي قورسادان أيا وحا أبي اللابانا يسلسلات كالأو فشل يشاليتا إنتي آن موضوعان ديارينا أيان داوذي موقال أجنبيا أو كشاكينايو لباتدا وكصومري داوشادا موقال لذاس وحويري وحان قورسادي قبدي آن جعلا لكن هابا ياراتي الدارينكي أيا إكي عوايي وحاد إماتي مسكحدي سقيبت الدارينكا وحو أبرتي موقال لك لدوان داوشادا جيركا دومر لصاحولي ميك أب لو مريي وحد جيركا إفنايا لغم ملاسي عد آن انجرين لو يالي نيديسا سيدا سايا كبرا قرام صنعيد هدابا قبردي أمرنا الأميسو وحو راذين وحي بانتا او أركي جيري او وح كفق نولاشا ربتا سيدا كلا دومر كفير سادا موقال لذاس أرن كانو كلا يا كل عايا يغانا وحا أغوها لسان اي كعبانايين دادك حاصل ياشا رق يا دومر اي مصيبة دان فير سادا واسبر برلقنا لشودا دين عصريرتا اي موقال لذي قلمضاها اي اي أركين مركا كوباد وحافي عن إنا نوغانو موقالة داس إن أي صو سارين شركة داسي قناعسيا وحي قناعسيا هنا والا قرحيا والا دلداليا سي كفك واقع دبتا ننكان هذا الكيسة كوركو صاحو السي وحو يري قور كيغي فشل يو هنا يو كل ماضي قبار دينا وانكا لتقني لكن كدي مركان عقلقي قديب أسو عشدي أو أن قوان قاتي أو أن مر لباد قورسدي مسكاح داي دينا كبحين موقالة دي حما أي إي بلابات إنان دريمو نولاش ربتا دومر بدن أو أهكوة جيلا موقالة داس أو كسو بحي قدكاس مقديغا أي أيغو أوي أي ورباهين تمرايكان كأغوه رمي حقيقة دا بانتا هلا سعوطة موقالة دا قلمدا سيدا عطكا بانتا نيف قركا آنان جيرين أو هنتا لسيميي
qosalka beenta waxay raaciyeen in dumar ka iyo rag arrinkaas sameeyo ay ku nool yihiin nolol jahiima codadka la maqlana ay yihiin wax la dul saaray oo aanan jirin. Haddaba sidee qofku uga istaagi karaa fiirsashada halaagaas? Waxaa fiican marka hore inaan qiimeyn ku samayno ama imtixaan yar xaaladda qofka inta aanan sheegin wadada ka istaagidda. Waxaa laga yaabaa in qofku isku qanciyo in waxaanay yihiin wax sahlan markuu go'aansadan iska dayn doono. Waana arrin xaqiiqada ka fog. Khabiir ku takhasusay xiriirka qoyska ayaa sameeyey imtixaan ka kooban dhowr su'aalood oo uu ku caawinayo dadka ugu imaada xaruntiisa ee rabo inay ka istaagaan musiibadan. Bal fiiri, waa cudur rasmi ah in qofku isbitaal u aado siduu uga istaagi lahaa daawashada muuqaalada galmada. Imtixaanku wuxuu ka kooban yahay dhowr su'aalood, wuxuuna qiyaasayaa heerka qofka uu joogo, sida in aad u baahan tahay waqti dheer si dareenkaada u kaco, in aad iska caabin karin dareenka kuleh daawo, inta muuqaale qofku fiirsado maalintii ama isbuucii, natiijada qofku sameeyo kadib daawashada, sida waxa lagu magacaabay istinmaaga, in qofku gacantiisa adeegsado. Khabiirkaas wuxuu natiijo ahaan u helay in qofku maraayo marxalado kala duwan inta uuna dhex maquuranin daawashada muuqaaladaas. Marxaladda in qofku si kooban u arko muuqaaladaas waqtiyo kala fogfog, niyaddiisana ka bixin, kadibna u daawado si ah bal waxaan fiiri wax ay yihiin, oo ah bilowga halaaga. Waxaa ku xiga heerka in qofku inta badan uu ku fikiro rabitaanka daawashada muuqaaladaas, niyaddiisana ku jirto arrinkaas. Heerka ku xiga oo ah bilowga halaaga, oo ah in qofku fiirsashada muuqaaladaas uu aad u dhexgalo, habeen iyo maalina ku fikiro. Marxaladdaas qofku wuxuu gaarayaa heer uu iska waayo dareenka waxaan in ay dembi yihiin iyo walwalka. Sidii qof daawanaya filim dokumentari ah ayuu u noqon, taasoo ah in waxaan ay u noqdeen wax dabiica oo noloshiisa ka mid ah. Heer wuxuu gaarayaa uba u arko daawashada in naxadinta iyo murugada uga baxo. Sida qofka markii soo wajahdo murug iyo arrin adag, in uu u cararo daawashada muuqaaladaas, kadibna dareemo degganaan. Haddaba marxaladdaas qofkii gaara waxaa gubtay oo eber noqday dareenkiisii dabiiciga ahaa, waxaa dambas noqday qofnimadiisii. Laakiin fursadda in uu dib u soo nooleeyo weli way furan tahay, oo ah in uu Ilaahay u noqdo, in uu Alla gacmaha u taagto, in uu ilin iyo oohin afka furto. Ilaahay toobadda waa aqbalaa, in aad go'aan adag qaadato oo aad qirata halaaga iyo xumaanta nolosha aad ku jirto. Ilaah weydiisa inuu kugu gacan galo ka bixida godkaas madow. Haddaba qodobadan raac si aad uga istaagto daawashada muuqaaladaas. Qodobka koowaad, in aad fariisato meel deggan keliga si rasmi ahna isaga dhaadhiciso in waxaan ay yihiin xaaraan, in ay tahay macsi aad u weyn, in aad wax Ilaahay reebe fiirsanayso. Isweydii, anigoo muslim ah oo 5 salaadood tukanayo, sideen u fiirsan muuqaalo galma oo ay sameeyeen dadka kuwa ugu xun? Dadka sameeya muuqaaladan xitaa karaamay ixtiraam kuma lahan waddamadaas galbeedka. Waa dad la yasa oo aad u xun. Haddaba isweydii, anigoo Ilaahay muslimiga dhigay i kareemeeyey, sideen waxaan u fiirsan? Maskaxdaada dib uga shaqaysi. Qodobka labaad, laabidda aragga. Waxaa laga yaabaa in markii lagu dhaho aragga ka laab waxa xun, in arrinku kula yahay wax iska caadiya ama micno guud wax sahlan aragga laab. Laakiin aragga inaad ka laabto xumaanta waxaa ku jira faa'iido aad u weyn. Kelmadda zako, zakaa, maxaa laga wadaa? Waa ziyaado iyo barako. Zakada qofku uu bixinayo waa barako, xoolihiisa Ilaahay ayaa u barakaynayo. Haddaba aayaddu Ilaahay uga hadlay laabidda aragga, bal micnaheeda wax yar aan si fiican u dhuuxno. Ilaahay wuxuu yidhi, asagoo mu'miniinta ku boorinaya inay aragga laabaan,
كنا سودجي آيات داس رسولك محمد إن أو مؤمنين تأشيغو آيات دا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وحن ألجدنا كلمة ذلك أزكى لهم أزكى أبرك بضن أفائذ بضن إلهي معنى الآن إسكمشيغن كلمة زكاة وحال لأغادي داوشادا موقالاداس مسكحدا إن إيه قبان بربوريان دنبسكا ديغان لكن وحا روبوا أو أبحي الدوكا صبحنايو كاستاقي دفيرينتا وحي إلهي حرمي الزكاة فائدو حتى وحالا ده أردادا إسكولادا ديكتو جامعادا قف كستو وحبرانايو هادي أرق أو كلاب وحي حون أو إلهي حرمي وحا براكوبا يفهنكي سان وقعايا أما فهن في عن أيوكيلايا وحا مسكح ذا الدب أطلالينايو وإنات كاستاكتو في استشاد وحاس قدب كاس أغو مهيم سن ودادا كاستاكتا داوشادا قلمدا مركان كاسو تقنو أنو إمانو تجابوين داد كاستاكي يتخاتير إيو خباركو تخصصتي أي سمايين أوه سيدي قفكو أغو استاكي لها داوشادا آفاداس تلابض أغوه الرئيسة كعافي مدى داوشادا مقالادا حنحن وحي أباهان تهي وقتي مسؤوليات رن يقوان أدك كتاب قري نيلغو مقعاب لاري واندي أو أغهد لايو خطرت داوشادا مقالادا حنحن أغونا مقع داري دابنك داوشادا فيلمادا حنحن وحو يري قفك مركو كفكيرو كاستاكت داوشادا مقالادا مسكح دي سوحا كلو اللامي لابها دال أوه مدله وحان وا خطر اي اسكادا داوشادودا اي مدله مايا وا واحد دارين راحة لكينا اي اي هكا استاقين الداو وحولي اي قراغو لبداس هذال قفكي آنان قوان اذق لهين وحيكو كيني ان او فاشلمو هدبا لبداس هذال اما لبداس فكر اي مسكحدا دكو جري اسبورينا اي وحال لوغا التقلوسي كرا ان اي دجيسو استراتيجية دان صوصعوط آت راعدنا سي ادوغ بادبادو ان شاء الله سواق هذا ورقد إيه قلن كدبنا الديوان قلي وحيابا حنحن إيهات كد أحلي كرتو داوشادا موقالاداس سيدا مروكتا عاجسكا فشلكا العاصنتا مسكح قبيدا كدبنا ورقداس ميل إيهات كأركي كرتو أما كوكا إيدي ميل آد أغيران أور مر أركي كرتو مالنتي سياد وحاصوصة مر والبا حمان تأرنكاس سيدو كالي سوقاد ورقات كالي كونا قر فايدوين كاد هليسو كاستاقيد داوشادا موقالادا حنحن سيدا أخلاق دا واناكسن اللا كبقيد عافيماتك فرفرعوني دا لباداس ورقودا دا اهميد دا اتكو قرتي نتيجة دا حوني اهد كدح ليسو داوشادا ايو تنكالي ايه نتيجة دا واناكسن كاستاقيد داوشادا كدق استراتيجيات وجيت فوقلي او دوغو استاقيسو داوشادا هلاقا في لماذا قال ماذا تلابادا لباد اوهمد عمالية اما فعل كو بي اذا ان اد كبحضا بي اذا كو كلفايسو داوشادا وحانا اوغو هرريسو عدلادا ان مركو كو قبتا دارينك داوشادا اد كبحضا عدلادا اوهد اوتاك تداد سيدا ان الله شاك كيسوتو حتى ان اد مرنقشو سيد دارينك كاكبحو ايا كاكفا ايدا بادن قضبك أغوين إيه كينا إيه إنقفك داوضو واكلي أهانشيها هدي داد كل جوغان وحاير إن أداوتو هدبا هدي أي صاحبة دايهين كوا أتسوا دا جره أداوتان وحالا قاري وقتي قاد بدلي لهيد صاحبة داز نلاشا دا دين تا دا كرامة دا عافمات كا دا ددنما دا أيا كفي عن صاحبة داز أما إن أتسوا دا جره أقادان ودادا واناقا ولبا أهد أي أفي عنتاي إن أد سوى ذا الجرأة وغوهشيسان هنونك هدي أي جران عجلة ذو سيدي أما موبيلك إيكوو كيتسيين إن أد كتقلوستا موقالة داس بربوري سنة وحوال بقو كسوحة سوسينا يو نولاشا سنوكدiga كتقلوس وحالوغو تالينا يا إن أد كوبادشو سماينتا سيدا إسبورت سكوكالي إن أد أورادو سعوتو كوباد عيارتو لاق داقاقضو وحافي عن إن والدين تو أي لسعدان حالة عروتا شاني طبان إلا سقالي طبان ورحيسة دالين رضاس ومرحلة أغو الدرن إنت بادن عانو قرهاديو واحد درين كي سكعينايو نولاشو نعيو تاي باللو إيو وحيابها إنو بارو
إن أو عانو قلك إسكو صاحرة ماركو كمبيوتر كاما موبيل كي استعمالا يو وأرن شكي كيني كارو عانو قاد إنتو هلاك سامي لها قعانكو سي إن أو سموحاس برانين قدبك أغو مهم سن إلهي وحو نوفري قور حلالا أو قفك الدرين كيسا سي حلالا أو قدن كارو ويل إيا قبربا guurku wax aad muhiim u ah waana arin fiican rasuulka dhalinyarada wuxuu kula dardaarmi jiray in ay hadii ay awoodaan wax guurka lagu bixinayay yar in ay guursadaan qofkii awooda wax yar ee lagu bixinayo arooska ha guursado man istataa minkum albaata falitazawaj guurka halaasha ee labada qof is ixtiraamayaan is jeclaanayaan waa wadad ugu horeysa ee libaanta adduunkan dhinac walba noloshaadu waxay noqonaysaa mid hormarsan oo aan laga sheekeyn karin waxaa jira khidad ay sameysay hay'ad carbeed oo ah in gacan la siiyo dhalinyarada wiilal iyo gabdhaba ee ku jira mugdiga daawashada muuqaaladaas oo ah khidad 90 maalin ah in qofku go'aan adag qaato in uu sabro muddo 90 maalin ah uusan daawanin muuqaaladaas haddii ay 90 maalin u dhammaato qofka asagoona daawanin muuqaaladaas waxay ka dhigantay qofkaas in uu cagta saaray wadada nolosha iyo ka bixida mugdiga xumaanta ugu dambeyn waxaa ku horyaala laba wado khiyaar kalena ma jiro in aad ku sii socoto wadada halaaga oo aad noqoto qof muuqaal ahaan nool laakiin meyd ah yo in aad doorato wadada badbaadada aakhira iyo adduunba haddii aad u aragto muuqaalkan inuu dhallinyaro badan garab siin doono fadlan sii gaarsi intaas ayaan ku joojinaynaa maanta والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.